لامولاتي عندنا انا سميتي زينب آه من قناه مغربيه وطال يعني ام لثلاث اطفال كزاويه وكنعيش في فرنسا اول حاجه بغيت نقول لكم مرحبا ب... مرحبا مرحبا بكم عندنا للامولاتي نار كبيره اليوم عنا آه انا فرحان بزاف صراحه آه انا سميت آه نيك محمد والسميه ديالي هي نيكولا آه عندي ثلاثة تاع ومجوج مع شوان مغربيها كازاويها وكنعيشوا لفرنسا محمد كان جا عندنا فاش كانت عنده 15 عام كان جا عندنا المغرب بالحكم اختي كانت كتخدم معاهم في الريستورا حيث والديه عندهم ريستورا في فرنسا وكان جا عندنا كنت انا باقا صغيره صافي ومن بعد مشى تقريبا خمس سنين ما بقيناش تشوفنا ونخليه هو يكمل لكم القصه ايوا بحال اللي قالت لكم زينب دوز خمسة سنين واخت زينب جات عاوتاني عندنا وانا كنشوف كنشوف فيها كتهضر مع زينب إم اس ان هاد لي ما كانش فيسبوك وداكشي وانا كنقول لها ليا رشيده نقدر نسلم عائلتك نسلم زينب قال لي واخا ماشي مشكل صافي انا درت شويه معها صراحه هي كبرات و كان لا. كان عجبو الهضره ديالها كان بزاف صافي درنا شنو كان شنو كدير كبرتي ما كبرتيش اش من الخدمه ديالك باسكو انا فاش مشيت المغرب المره الاولى زينب بكس حيره عندها ديما الكرينات وديما امها ايوا صافي هضرنا شويه وفاش كتحنا الام اس ان قلبي كيدرمني وسبحان الله جينا شي حاجه في قلبي ما ما عندي هذيك الاحساس ديال ديال هذيك النار وسافى اللي لي انا كنت اخت زينب يفاك انا مشيت عندها انا قلت لها رشيده بغيت بغيت نهضر معاك شي واحد موضوع طرح ليا شي حاجه البارح بالليل زينب طرح ليا في فرنسي وسبحان الله كان عجبني بزاف اختك وانا بغيت نجوج معاها وهي فاش انا قلت داكشي يا عليا فجات داكشي في شكل زعما يعني هي أه قال لك كيفاش انت بغيت تجوج معاها وانت ما تعرفيش وهي ما تعرفاش وزيدون المشكل كبير وما هو والديك علاش العائلة أه. أه ديالي أه كاملين مسيحيين وهما مسلمين, مسلمين. وهذاك المشكل الكبير اللي تراها لينا ولكن انا قلت رشيده لا انا بغيت بغيت نجوج معاها بغيت نهضر معاها بغيت نشوف زعما هي اش بغات قبل نهضر مع الوالدين ديالي قال لي صافي واخا انا قلت لها راني مريض لداركم نهايت نهايت زينب أه بغيت نهضر معاها بغيت صافي بغيت نجوج معاها قال لي صافي واخا صافي انا ديت التليفون هضرت مع زينب انا قلت لها زينب السلام عليكم انا نيكولا ولا البارح فاش انا كنهضر معاك طراه ليا شي حاجه ما بغاش ما بغاش يخرج من راسي انا انا بغيت نجوج معاك هي صراحه ضحكات قال قاليا ولكن فرنسا ما كنش ما كنش البنات علاش بغيتيني علاش علاش انا قلت لي لا انا بغيت نجوج معاك قال لي حاجه حاجه الاولى راسو تهضر مع الوالد ديالي راسو هو يتفهم انا قلت انا قلت لي صافي واخا دوز عليا باباك انا كنعيط بابا زينب كنقول لي السلام عليكم قلت <applause> ليها عرفتي فاش كنهضر معاه الهضره كيخرج ليا ما نعرفش بالضبط فين راس نكون نبداو هذا الموضوع بس كنا كنحشم بزاف وفي ليبوك هذه ما كنعرف حتى نقول السلام عليكم انا كنعرف نقولها المهم صافي انا هضرت معاه انا قلت لي انا بغيت نجوج مع بنتك عجبتني بزاف أه قال لي مرحبا ولدي داري فحال داركم مرحبا قال لي ولكن كان عندي شي شرط واحد راسك يلا بغيتي تتزوج مع بنتي راسك تسلم وراسك تدخل الدين ديالنا صراحه لا عمري في حياتي ظنيت غنتزوج بهذا السيد ما كان ما عرفت ما كانتش اصلا ما كانتش عندي به شي علاقه لحقاش اول مره تشوفنا كنا صغار يعني كانت عنده 15 عام باقيين صغار صافي حتى لواحد النهار منين عيط ليا في التليفون وكيف قال ليكم بغا يتزوج بيا انا ماشي قلت ليه علاش نتوما ما عندكمش البنات في فرنسا ولا حيت بحال فاجئني جاتني في شكل يعني انا من 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 جهه وهو من جهه اخرى وبالحكم هو شي ناس اللي لاباس عليهم وحنا ناس متوسطين يعني ما تدخل يا راسي صافي وانا نقول ليه انا غنسول با الله يرحمو واللي قالها با هي اللي غتكون كيف قال ليكم با شرط عليه يدخل الاسلام وهو باش غيدخل يدخل الاسلام صعيبة حيت هو اصلهم ايطالي مسيحيين واللي كيبخاتشيكيو زعما اللي كيطبقوا داك الديانه ديالهم انا وافقت صراحه ما ما مرفضش وافقت انا وافقت صافي ومن بعد هو فاش مشى عند والديه هو اللي كلا كي احنا حنايا كلا العصا بزاف حيت انا ما غنبدلش ديني وما غاديش ندير بزاف انا غنبقى في يعني هو اللي غادي يعاني غيعاني بزاف مع والديه لا ما نهائيا هو لدرجه تجرى عليه باه من الدار هو مشى عند باه وقال ليه عند اختي اول حاجه قال لها غنتزوج باختك قالت ليه من المستحيل بان والديه يقبلوا وديك الساعه كنا باقي ما عندنا عام ياك تقريبا 19 عام, عام وصافي من بعد هو اللي مشى عند باه ودوى مع باه باقي ما تشوفناش اقسم لك بالله العلي العظيم باقي ما تشوفناش باقي ما جاش ما والو شرط عليه با مش مشى سلم وطهر الحمد لله وفلاش زعما راه داخل في عشرين عام راه 19 شي حاجه ديك الساعه لا حاليا متفاهمين ولكن في الاول وفي الاخير كنبقى مسلمه وفاش تزادوا الضغوطات فاش درت الفولار حيت انا ما كنتش في الاول الفولار درت الفولار في 2013 صافي من تما عاد بدا داك بدا تعاوتاني يعني عاد حالة تبعات عليهم بزاف حيت ما تقبلونيش دابا كنجلس معاهم ناكلوا معاهم كنشربوا معاهم ولكن صراحه والله هو يقول لكم ديما كنحس راسي بالرانيه رغم انني ما كنخلي ما ندير ما كان خليهم مندير غير باش نكتب قلبهم ولكن أولا وأخيرا كنبقى عربية ومسلمة <متصفيق> سبحان الله الدين تاي كيجيني في حل النور النور معنا الله عز وجل فاش انا فحال فحال اللي قالت لكم زينب فاش انا بغيت تسلم كيجيبني بزاف تاع المشاكل مع الداري باسكو انا راسك طرفكم هي واحد الحاجه انا يعني في الداري كنعيش بحال امير الوالد لاباس عليه و هو بغا انا نتزوج ماشي واحد التاليانيها و فاش انا قلت صافي بغيت نبدل الدين ديالي ديالي بغيت ندخل الاسلام بغيت نتزوج مع زينب صافي هو قال كيحاوت في الدار كيضرب كل شيء آه... قال لي الا 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 دخلتي في الاسلام الا تزوجتي مع زينب <كتصفيق> انت ماشي ولدي وانا ماشي باك انا قال وفاش هو قال لي هذيك هذيك الكلمه صراحه ك... كي كيضربني بزاف في قلبي باسكو انا ما بغيتش ن... ما بغيتش نبدل انا بقا ديما ولدو انا شنو نبدل نبدل الدين ديالي وانجوج وبغيت ن... صافي الحمد لله بغيت بغيت ندخل في في الحك الحمد لله هو صافي مشيت قال لي انا من حل المدنيه المهم قال لي بزاف ديال ديال الكلمات حايبين صراحه كي حتى اليوم كيدرني بزاف داكشي علاش انا ما, ما كنهضرش بزاف مع داكشي ولكن أه ولكن الحمد لله انا درت لا كونفيونس عليا وعند الله عز وجل ومشيت عند ومشيت ان للجامع وقف معايا شي واحد دري سحبي هو اه تونسي على مرادر قال لي شوف محمد انا نوقف معاك طال اخر انا قلت لي صافي واخا مشينا عند عند الجامع مشينا نشوف الفكي اه انا قلت قلت لي اه السلام عليكم اه انا سميت نيكولا وأنا انا مسيحي و بريتن بدل الدين ديالي بغيت ندخل في الدين ديال الاسلام قال مرحبا ولدي دابا الجامع الدارك مرحبا بكم عندنا قال اول حاجه أه نوريك كيفاش ندير لودو دونك لي مشيت معاه درنا مدي دخلنا أه عاوتاني في الجامع أه كان الناس بزاف قال لي راسك ما راسك تدخل في اسلام على كبل شي حد راسك تدخل الاسلام مع قلبك انا قلت لي انا قلت لي شوف انا انا قرات شويه القران وبغيت تدخل بغيت تدخل في الدين ديال الاسلام كيجيني ما شاء الله سبحان الله قال لي واخا قال لي معي معايا الشهاده انا كنشهد مع كنشهد مع اشهد لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله صافي فاش انا كلشي كلشي فرحانين ولا اجوا سبحان الله كلشي او صافي فاش كلشي كيبغى يهضر معايا كلشي كيقولوا الله هو اكبر احسن حاجه درتي في حياتك ما شاء الله كلشي فرحانين عليا كلشي كيبغى يحني حنقيني و صافي قبل خرجنا من 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 الجامع هو قال لي فكرتي انت دابا سميتي نيكولا ولكن فكرتي على شي واحد السميه الا بغيتي سميه ديال الاسلام انا قلت لي انا فكرت مزيان وبغيت ناخذ السميه ديال نهبنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم محمد قال لي ما شاء الله حاطني شي واحد القران قال لي دابا هذيك التراك ديالك وقال قال لي سير الله يسهل عليك اي فوالا او سبحان الله لا 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 انا بغيت الدين علاش انا كبل كبل سلمت انا كرهت شويه القران و عندي بزاف ديال ديجا ديالي عندي بزاف مسلمين وانا كنعيش بزاف معاهم كنمشي بزاف معاهم باسكو انا كنعجبو انا كنعجبو لا ميتي ديالهم كنعجبو فاش كيعيشو مزيان كناكلو كلشي في التوبس الواحد الاجوا ديالهم كنعجبو بزاف داكشي وانا بغيت تسلم الصراحه من قلبي ماشي على كبل زينب باسكو الى انا مثلا ان ان نسلم على قبل زينب ومثلا هي غدا طلقني انا شحال ديال غنقول لك انا نخلي الإسلام على قبل مرتي لا انا الإسلام على قلبي وعلى ديني والحمد لله كنحمد الله كنحمد الله الحمد لله صراحه عجبهم الحال بزاف الله بالله أه يرحمو عجبو الحال بزاف حيت كان شرطو الوحيد وفرحنا صراحه فرحنا ورغم ان والديه ما جاوش معاه ورفضوني كملنا حيت حنا كنقولوا لا ما بغاوكش الوالدين ما كيكونش الخير مي هما والديه مسيحيين ماشي مسلمين يعني صافي انا كملت انا بغيتو الصراحه والوالده ديالي وبالله يرحمو هو بغاه وشي حاجه زوينه والله العظيم حاجه زوينه واحساس زوين ان واحد يعني طلبي منه طلب مره واحده ما كتعرفيش اصلا ويدخل الاسلام وطهر وغامر بوالديه بخوته بحياته كي قال لكم هوايا يعني راه كان في دارهم بحال كتقولي كل شيء ديالو يعني اي حاجه بحكم ما لاباس عليهم باه كيشري لي اي حاجه ولكن انفوا دخل الاسلام صافي حيدوا ليه كل شيء تحيد ليه صراحة كلشي هو ديجا عنده صحابو مسلمين بزاف وسبحان الله من صغرو حتى في المدرسة كيمشي مع العرب وكيعجبو الاجواء ديالنا حنايا في, في الاعياد وسبحان الله هو كل لقى راسو يردو عربي يردو عربي لحيت انا في الدار كنهضر بالعربيه وبغيت ن... وبغيت نوصل ال... بحال دبال... دابا الناس اللي كيقولوا كي لا راه هذا كاوري مثلا غادي يبقى كاوري وما غيهضرش بالعربيه واخا دخل الاسلام لا الناس بزاف كيكونوا خاطئين ها, هو... ها والله العظيم الى الطلياني طلياني التاليان يعني ما يحيدش الطبيب وكي لكم سميتو نيكولا و... وهو تيهضر بالدارجه كيهضر الناس ما مصدقينش حيت بزاف الناس حتى في اليوتيوب ما مصدقيناش كيقولوا راه مصري ولا كيقولوا راه دكالي <applause> اكثريه هادشي الشيء اللي كيقولوا مي والله العظيم معايا انا ومع وليداتي بنتي اكثريه الصغيره كتهضر هي بالعربيه مزيان وهو بغاها <applause> وكيسول والسر الاكثريه كيتفرج في الافلام في دوزير <applause> كيتفرج في الافلام بزاف اللي بالدارجه كتكون فيهم تراديكسيون بالفرنسي هذا الشيء اللي خلاه تعلم كاع اكثر وا صراحه زوين زوين باسكو فاش انا جيت المره الاولى في المغرب أه تسلم عليكم ما, كنا كنعرف نقولها كلشي أه كل شيء كل شيء كي أه انا بغيت نهضر أن معاهم ولكن سبحان الله ما, ما عارف. نقدرش وانا قلت في بالي والله بغيت صافي بغيت بغيت نعلم العربيه مزيان او صافي انا مثلا كنقول لها زينب هذيك آه سميتي مثلا آه قال آه آه لي مشرجم وهذيك سميتي الطابله كنسولها ليا بزاف 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 وفحال اللي قلت لكم زينب كنفرج بزاف آه آه الفيلم في و كي الهربية و في الدوزان وما كيهضروا العربيه وفي مكتوبة في مكتوبه فرنساوي وكنشوف داكشي كل يوم كنشوف داكشي وانا كنجيب آه بزاف المغرب كنجي بزاف <applause> ان هي على حساب المغرب كيعجبني بزاف صراحه البلاد ديالنا ما شاء الله ما, ما عندي ما نقول آه الحياه في فرنسا ماشي بحال الحياه ديال هنا بشو بشويه بشويه ودابا الحمد لله كاين بزاف ديال الناس كيقول لي يا انت كتكذب انت ماشي ايطالياني وانت مغربي وانت وانت كدحكي عليا انا <applause> ديجا اول حاجه الصلاه الصلاه كنهضر كن ما عند الله الصلاه والقران فاش كنسمع القران قلبي كي مرتاح الكلام كلمه في القران كل شيء صراحه والحج ما شاء الله عندكم دك شي. ما شاء الله الله يبارك <applause> بغيتي لي شوف بابا واخا انا بدل الدين ديالي واخا انا ما درتش ما درتش داكشي اللي بغيتي ولكن انا بقدر ما نقول وما مري ندير لك شي حاجه مثلا يضرك وما مري نقول ان لك ندوز قدامك ما نسلم عليك وواحا الوالد ديالي قال لي شي حاجه حيب داكشي ولكن ما ولكن كيبقى ديما الوالد و وكنحبه وكنحبه في الله ودي ما كان حب الوالد ديالي الحمد لله اللي نبغي نوصل ليهم هادوك ديما كيبقاو الدار تاع الوالدين تاع زوجي غنبقى نحترمهم حتى في حياتي وكنتمنى كنتمنى تا انا يتزيدوا <applause> <applause> يتقبلوني ويبغيوني بصح من قلبهم حيت هما بصح كيبينوا لي انهم تيبغيوني وكل شيء حاليا ولكن الاحساس ديالي ما ما بحال ما مصدقش فهمتي كاين شي حوايج اللي كيدوزو قدام عينيا اللي كيضروني ولي كنقول لهم يبغيوني ويتقبلوني مية في مية كمرت ولدهم وهو ما يبقاو في دينهم وحنا يخليونا في ديننا ما يبقاوش لنا داك الدين انه حاجز وكيف كيبقى ديما فين ما كيوقع شي نقاش ما بين شيخي وراجلي كيبقى يقول ليه ما نسمحش لك انت غدرتيني وغدرتي الديانه ديالنا دائما فين ما يوقع شي نقاش هذه الكلمه اللي تيقول لينا ما نسمحش لك انك غدرتيني وغدرتي الديانه ديالنا في الاول فاش يلاه مشيت صراحة عجبتهم وكل شيء وجيتهم شوية متفتحة ماشي شي وحدة دابا هما اش واخدين علينا والدي ها كنهضر على والدي ماشي الناس كلهم كيشوفوا في دوك لي فوتو تاع هذاك الكراب والجمال والصحراء كيسحبونا كنعيشوا ديك العيشة بزاف الناس زعما واخدين هذه الفكرة سيرت والدي وهو قالوا لي فحال غادي تجيبها من من حكا نقولوا من العروبيه مثلا غادي تجيبها من العروبيه وفاش غادي تجيبها راه غادات <applause> قولها الوالد قال لي اسمعي آه مزيان داكشي اللي اللي نقول لك دابا آه تم داكشي كلشي اللي درتي هي غتجي هنايا وغاتمشي مع شي واحد مغربي بحالها انت ما مري تبقى مغربي وحا سلمتي وحا الاسميه ديالك ولكن انت كبرتي ما مسحي وتموت مسحي وفاش هي غتجي غتمشي مع شواد مغربي بحالها انت ماشي بحالها كانوا مدخلين لي ديك الفكره انني فاش غادي نمشي غندير بيغا الوراق وغنمشي مع ولد بلادي والحمد لله انا اليوم كنقول لهم ها انا 14 عام وانا معاه ولدت معاه ثلاثه الوليدات الحمد لله يا ديك الربيع ديالي بغيت نقول لهم الاسلام دين ديال 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 الرحمه مم. سبحان الله الدين ديال الحق فيهم بزاف ديال ديال الحاجه الصحيحة والاسلام يا الدين ما شاء الله وملوه لا في وكيبكا دائما انا في الاول قبل نسلم هنا كنعجبونا الماكله كناكل بزاف فاش انا كنوض الصباح فاش انا كنعيش مع الوالده ديما في الطابله كان شي واحد طابله بحال الامريكان <تكسرين> وانا من كناكل بزاف انا في مية كندير 125 كيلو والله كندير 115 كيلو و صافي فاش جا رمضان الاولى رمضان ديالي وا كيجيني زعما صعيب صعيب باسكو كنشوف الماكله قدامي و كندور في الدار و كنمشي كنخرج كندخل زين كيقول لي صافي خرج من الدار ما تبقى هنايا الصراحه ولكن الحمد لله ربي سبحانه وتعالى يعطيني لا فحص سبحان الله العظيم فاش دوز السيمانه صافي العطاش والماكله مشى ليا سبحان الله والحمد لله كل شيء كل شيء يجيني سهل وفاش كملنا رمضان درت ست ست ايام ديال الشوال صافي الحمد لله كنشكر لاله مولاتي حيت جات عندنا اليوم وفرحانين وكنقول للمتتبعين ديالنا كنبغيوكم بزاف 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 الله يخليكم ويحفظكم لينا وكنتمنى دائما نكونوا عند حسن ظنكم آه شكرا بزاف المجاهدين ديالنا كيفرجني كيشوفني في في القناه ديالنا انا صراحه انا فرحان بزاف فاش كيجيني فاش كيجيني لي كومونتير كنكرههم كلشي صراحه وشكرا بزاف للمولاتي جيتي عندنا ليهم انا فرحان بكم بزاف و كان كنحب بكم المغرب كاملين والحمد لله الله يخلينا المغرب ديالنا أوه. الملك ديالنا لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد